أن جمال قبل ما يولج الإذاعة فهو كاتب صحفي جد متميز باللغتين الفرنسية والعربية، ومحلل سياسي واقتصادي واجتماعي من درجة عالية. تعرفت على جمال في كلية حقوق في الرباط، كنا كندرسوا جميع وفيها حصلنا على الإجازة في الاقتصاد. بدات صداقتنا حيث كنا مناضلين في الحي الكبير داخل أول خلية للتيار التروتسكي في المغرب اللي نشأها المرحوم عياد وخدة. كانت الكلية ابتداء من سنة 1977 أعتقد، اللي تم خلالها رفع الحظر على الاتحاد الوطني للطلبة في المغرب. كنت كتعرف غليان حلقات نقاشات لا تنتهي بين عدة فصائل وأطياف سياسية مختلفة. وكان كلما خدع جمال الكلمة وهو في عمره 21 سنة إلا والجميع كيتصنت ليه، هم بعد كيصفق قوة المداخلات ديالو. طبعا الجامعة زادت بردات البراوي لأن التكوين السياسي ديالو بدا في الكوليج وفي الليسي أعتقد مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. صداقتنا زادت ملي تلاقينا صدفة في نفس المصلحة في الخزينة العامة للمملكة فين قضينا سنتين ديال الخدمة المدنية سيرفيس سيفيل. من بعد أنا اشتغلت في وكالة المغرب العربي للأملاك في الوقت اللي جمال وهذا قليل اللي كيعرفوا اشتغل في البنك التجاري المغربي في الرباط اللي أصبح الآن تجاري وفا بنك، وكان إطار كبير فيه. من بعد انتقل للدار البيضاء واشتغل في كوزيمار لفترة قليلة، بين الصحافة والكتابة كنت كتناديه ودرك أنه ماشي ديال الكرافطة والكرسي والبيرو. دخل جمال لعالم الصحافة من بابه الكبير لأن الوقت في الوقت اللي كانوا كيشتغلوا فيه عمالقة أمثال نادير عطا الله يرحمه والسي محمد القحف الرجل النزيه وذي الكفاءة العالية اللي كنتمناو العودة ديالو حتى هو للحقل الصحفي والسياسي اللي محتاج ليه. جمال دار بلاصتو وسط من هاد العمالقة. باش نلخص لكم حتى الذكاء والكفاءة ديال جمال، وهذا الشيء غادي يسمعوا ربما لأول مرة، أنا وبعض الأصدقاء كنا كنديروا فيه مرة النميمة. نميمة زوينة ماشي خايبة. دايزة. كنقولوا منين جا جمال هاد الذكاء وهاد المعرفة؟ وزعما قرينا في مدرسة واحدة وفي كلية واحدة ولكنهم تميز علينا كاملين وكيفوقنا. واش كان كيدير لي كور دي سوار ولا دي نوي ولا ما عرفاش كان كيدير جمال؟ جمال كيتحدث بفصاحة وكيكتب مهنية عالية في السياسة في الاقتصاد في الرياضة في الثقافة. وعنده سرعة فائقة في الكتابة. وباش ما نطولش عليكم ما نختمش، ما عرفتش واش فرصكم أن القناة الفرنسية الأولى تأس ما يحصره قرصنات كتاب ديال جمال براوي حول الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة. صحيح صحيح. وصعب تكون موضوعي في شهادة في حق صديق. صحيح. لكن والله لا حاولت نكون موضوعي، وأنا متأكد أنني ما نصفتوش لأن جمال أكبر بكثير.